السلام عليكم. دلوقتي لما نيجي نشوف الفرق بين علي بابا واخوه قاسم، لا ان مفيش فرق خالص. هما الاتنين دخلوا وخدوا فلوس وخدوها بالحظ، وما رجعهاش لاصحابها ولا سلموها للشرطه ولا ادوها للفقراء ولا حاجه خالص. هو الفرق اللي خلى علي بابا محبوب وخلى قاسم هو الطماع الشرير، ان علي بابا نجح في ان هو يخرج من المغاره واصبح معاه فلوس كتيره، فبدا يرشي الناس اللي هم بيكتبوا السيناريو والناس اللي بتحكي القصص وبداوا يمدحوه، بينما قاسم من ان هو ما خرجش فمبقاش معاه فلوس لان الناس كلمه السر، فخلاص اصبح مجرم والناس كلها بتلعنه وطماع والحاجات دي كلها. لذلك لما يقولوا لنا ايه الفرق بين الثوره والانقلاب، الفرق بسيط جدا، ان الانقلاب فشل بينما الثوره نجحت. مش مهم ايه الاهداف ومش مهم مين اللي قام بيها، المهم ان نجحت ولا فشلت، تمام. فهي في حاجات كتيره كده في التاريخ، يعني حتى تشرشل بيقول لك انا واثق ان التاريخ هينصفني. قالوا لي عشان انت عملت حاجه كويسه، قال لهم لا ده انا عملت مصايب سودا بس انا هنا بكتب التاريخ. فعمل كتاب كده بيوصف بيه الحرب وايه اللي حصل فيها، على اساس ان هو يخلي الناس المؤرخين اللي يجوا بعد كده يتبنوا وجهه نظره ويتبنوا الرؤيه بتاعته. وبمناسبة تشرشل بعد ما الحرب العالمية قامت وخلصت حبوا يكرموه في جايزة نوبل، حبت تديله جايزة، بس هتديها له ازاي في السلام هو عمل مصايب هو والأمريكان والروس؟ طبعا محدش اتحاسب، اتحاسب بس الألمان والإيطاليين لأنهم خسروا الحرب، فتعمل لهم محاكمات، إنما دول ما تعملهمش محاكمات لأن هم كسبوا الحرب. فلازم بقى البطل ده ما نتكلمش معاه وما نقولش ان هم اغتصبوا ناس كتيره في فرنسا، بينما الالمان ما عملوش كده خالص في فرنسا بالذات في باريس، يعني اساس انها عاصمه الفنون، فتجنبوا الحرب فيها تماما. فالمهم جائزه نوبل راحت قالت ايه، هنديها له في حاولوا يدوها له في السلام ما ينفعش، فراحوا ادوها له في الروايه، ادوها له القصه محدش قراها خالص. كتاب الحرب العالميه الثانيه ما شفتش حد قراه خالص، بينما قصه كفاحي تقريبا كل الناس قراته. فهي الفكرة كلها، يعني إذا أقبلت عليك الدنيا باض الطير على الوتد، وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد. فلازم نخلي بالنا احنا بنقرا التاريخ، إن التاريخ بيكتبه المنتصر، فممكن تلاقي حاجات كتيرة جدا غير حقيقية. واللي خلانا نتكلم الكلام ده برضو إن في أفلام كتيرة بتحصل اليومين دول بتتبنى فكرة الممول، تمام، يعني بدون الخوض في أسماء وحاجات كتيرة، بس هو فعلا بتتبنى رؤية الممول. الممول مين؟ دولة كذا، خلاص هنتبنى رؤيتها وهنغير كلام كتير في الحقيقة في التاريخ لنثبت وجهة نظرها. لذلك العقاد لما جه يعمل فيلم عمر المختار وعرض الموضوع ده على القذافي، قال له اه بس لازم تمجد في ثورة الفاتح. يا عم ثورة الفاتح دي جت بعد عمر المختار بكتير، لا لازم تأيد القذافي وتأيد ثورة الفاتح وتتبنى الآراء بتاعتنا والكتاب الأخضر وهكذا. حذرا وانت بتقرا التاريخ لازم تقرا من اكتر من مصدر، ولازم تتاكد من كل اللي انت بتقراه قبل ما تتبناه.